لكن فين وقع المشكل؟ هو انه هاد الناس اللي تسجلوا كاملين، سواء كنتي خدام ما خدامش، فراك مدان ب 180 درهم في الشهر. بحكم عندنا احنا سائقين المهنيين، بحكم عندنا البطاقه المهنيه، ملي دخلت هاد التغطيه الصحيه الاجباريه ولينا ملزمين ب 180 درهم نخلصوها كل شهر، وحنا عاطلين على العمل. وانا جالس حاليا، ممكن غدا ولا بتغدا يجيب لي الله شي بليصه فين نخدم، ولكن باش تجي تقول لي سير خلص ولا سير شطب على راسك ما يمكن. السلام عليكم متابعينا الاعزاء، متابعين صوت العداله من مدينه مكناس، نحييكم. اليوم غادي نتكلموا على واحد الاشكال اللي ولينا كنلقاوه في المجتمع. ملي سمعنا ان الدوله باغا دير الاجباريه ديال التعويض الصحي، فرحنا، قلنا مبادره طيبه وبلادنا غدا خطوه للامام، وقلنا ولله الحمد. لكن للاسف ملي ولينا كنسمعوا واحد المشاكل تسوق دابا، راه ما نكذبش عليكم، انا كشخص كاعلامي ما باقيش نهضر في هذا الموضوع او ندعمه نهائيا. علاش؟ كاين مشاكل اللي هي كبيره. كيف يعقل هذا الشخص او لهاد الناس اللي كيجيو كتقول لهم حقا راه غتاخذوا دعم اجتماعي؟ في الاول كان كيقول لهم دعم اجتماعي، الناس تلقاو قدام البلديات صف طويل، لان لا حول ولا قوه الا بالله، الناس محتاجه، فمشاو وتيشدوا الصف وكذا وتيتقيدوا غنتسناو الدعم. في الاخر ما كاين لا دعم لا والو. شنو اللي كاين؟ انه غادي يدخلوا في الرعايه الصحيه الاجباريه. هذه حاجه زوينه ماشي مشكل، لكن فين وقع المشكل؟ هو انه هاد الناس اللي تسجلوا كاملين، سواء كنتي خدام ما خدامش، فراك مدان ب 180 درهم في الشهر. اخي واختي المواطن او المواطنه المغربيه، لازم تعرف انك ملي كتمشي تسجل كتولي خصك تخلص 180 درهم في الشهر. وللاسف في الامر الغريب في الامر، انه النهار اللي تتمرض بشي مرض خطير مثل السرطان، الله يحفظنا ويحفظكم، راه ما تتعوضش 100%. وخلينا نعرفوا تفاصيل اكثر مع سيدي محمد اللي هو سائق مهني، غادي يعاود لنا واحد التجربه ديالو ان شاء الله باذن الله. سيدي محمد مرحبا بك معنا على صوت العداله. اخويا شكرا الله يحفظك. خويا انا سائق مهني، نعم، من 2008. حنا النهار اللي داروا لنا البطاقه المهنيه ولينا لواحد الفئه ديال على انك عندك مهنه خاصه بك. واخا سيدي محمد غنمشي وحده بوحده. مرحبا. انت الوقت اللي درتي البطاقه المهنيه، نعم، واش كانت كدار بالفلوس ولا بالمجانيه؟ لا كانت كدار بالفلوس. باش نمشي وحده وحده، نعم. درناها بالفلوس، ياك؟ نعم. حنا في الاول قلنا مزيانه هذه البطاقه المهنيه، غادي تنظم، غادي تنظم القطاع، القطاع ما غيولي مهيكل، ما غيبقاش داك الشيء، يعني حاجه مزيانه. داروا لنا الشباك الاجتماعي ديالها تلغى بصفه نهائيه. استفادة من التغطية الصحية بالمجان، استفادة من ليسينيسيس، استفادة من السكن الاقتصادي، هادشي لغاوه كامل. دابا حنا بحكم عندنا، حنا سائقين المهنيين، بحكم عندنا البطاقة المهنية، ملي دخلت هاد التغطية الصحية الإجبارية ولينا ملزمين ب 180 درهم نخلصوها كل شهر، وحنا عاطلين على العمل. سواء كنتي خدام أو لو ما خدامش، أتخلص 180 درهم في الشهر مجرد انك كتحصل على بطاقه مهنيه سالينا. نعم، هذا كيتسمى بحال لي اش غادي نقول لك، بحال لي شي 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 غرامه غير مباشره دارت ليا بلا ما ياخذوا الراي ديالي. يعني فينا هما الجمعيات؟ فينا هما الهيئات؟ فينا هما النقابات؟ فينا هما اللي غيمشي قرار يتخذ في الليل ويطبق في الصباح؟ لكن السؤال الاكبر من هذا، اين هو البرلمان؟ البرلمان ما كاينش، اسمح لي، مع احتراماتي للجميع، وماشي كل شيء، ماشي كلشي، ولكن كاين الناس اللي ما كيراعيش لا ليك ولا ليا. لان هذا القانون باش غادي نخلص انا 180 درهم وانا عاطل على العمل وغير كاري ما عنديش السكنه ديالي، مستحيل. يعني الوزاره، حنا مثلا كاينه حلول، مثلا الوزاره ديال النقل عندها اعوان المراقبه ديالها في الطريق، ياك؟ اي انسان خدام في الشاحنه ممكن تطبق معاه القانون، ولكن باش انا بارك في الدار ثلاث سنين وتجيني وتزيدني حمل، ما كنتش يعني متوقعه اصلا. انا اصلا داك الكرا ديالي وديك المعيشه ما عنديش، انا اصلا ما عنديش، جالس ما خدامش، راه هذا ما يمكنش. يعني لا يعقل على انني نخلص هذا الشيء. هذا يعني يراجعوا هذا الشيء. يعني الانسان اللي خدام مرحبا، الا كنت خدام مرحبا، يدبروا لي على خدمه مثلا تخدمني، مرحبا نخلص. دابا هما للاسف كيقول لك واحد الحل اللي هو صراحه غير منطقي، تيقول لك حقا ما بغيتيش تخلص او لا ما يبقاش محسوب عليك هادشي، خصك تحيد البطاقه المهنيه. لا يعقل. انا جيك الهضره، اسمح لي، دابا اش غتجي تفرض عليا 180 درهم نخلصها
ولا نمشي نشطب على راسي من البطاقه المهنيه يعني في المركز ديال الوزاره النقل واللوجيستيك. يعني انا دوزت 7 سنين، سمع هذا الكلام مزيان اللي غنقول لك، 7 سنين، والاصدقاء ديالي اللي غيشوفوني راهم غادي يعرفوني، 7 سنين دوزت هذه المهنه كستاجير، هذه كستاجير خدام ببلاش باش يمكن ليا نتعلم ديك المهنه ونحفظها. ملي تعلمت ديك المهنه في 2008 درت رخص السياقه ديالي ياك، وبديت خدام. يعني ما عنديش شي مهنه اخرى من غير هذه. يعني وانا جالس حاليا ممكن غدا ولا بتغدا يجيب لي الله شي بليصه فين نخدم، ولكن باش تجي تقول لي سير خلص راسي شطب على راسك ما يمكنش بحكم المهنه ديالك انت كصحافي. شحال دوزتي على هذه المهنه وشحال دوزتي في معهد الصحافه وشحال غادي نجي عندك نقول لك خلص راسي شطب على راسك، غيتمشي اخويا تبني غتمشي لبني دابا انت تعرف تقدر تبني. انا هادي مشيت لبني، مشيت لبني حاليا انا جالس ما كاينش لبني، انت عارف اشنو كاين في البلاد، حركه واقفه. يعني هذه المهنه الوحيده اللي عندي، باش غادي نمشي نشطب على راسي من البطاقه المهنيه وما نبقاش سائق مهني، شنو الحل؟ يعطيوني بديل. مرحبا. دابا الاشكال انك مشيتي شطبتي على راسك من البطاقه المهنيه باش المتابعين يفهموا انه ديك الساعه واخا تجيك فرصه ما يمكنش تخدم ديك الساعه، سير عاوتاني دير بطاقه مهنيه وخصك ما يمكنش، خاصك شهر وفيها غرامه ماليه ديال 5000 درهم وفيها الحجز، يعني الحجز ديال الشاحنه او ديال اي لا حاجه. لا الا سقتي بدون بطاقه مهنيه، لا حنا كنهضروا الا مثلا البطاقه المهنيه انت مشيتي سقتي راسك منها كيف تيقولوا هما وجاتك فرصه عمل. انا غادي نشرح لك. مشيت شطبت على راسي من البطاقه المهنيه ياك، جاتني فرصه عمل، عيطوا لي هاد الناس قالوا لي اجي تخدم، خص هذوك الناس يتسناوني شهر باش نمشي عاد نعاود فورماسيون اخر. لا يقال فرص الشغل قليله. لا اذا هنا كتجي فرصه كما تنقولوا ما خصكش في انت. يعني انا ما يمكنش لي نتخلى على هذا المشروع ديال حياتي اللي انا معول عليه باش نعيش به، وما يمكنش لي نمشي مع هذا القانون اللي تحط عليا، لانه قانون مجحف، ما يمكنش يدير لي قانون في الليل يطبقوا عليا في الصباح. خصنا اول حاجه نشوفوا الناس المهنيين ونشوفوا هذا الشعب، لان احنا هذه الفئه ديال السائقين المهنيين راه قطاع حيوي وقطاع مهم. راه انت ناعس في الدار ديالك اخويا وهو جايب لك السلعه. صور خضره جايه من اكادير، انا كندير درت اكادير طنجه 18 ساعه ديال الطريق ما كنعش، واحد راه ناعس في الدار وانا فايق. يعني هذا الشيء ضرنا حتى في الصحه ديالنا. هاد القطاع حيوي، الا ما كانش اللي غيدي الحوت مثلا من القنيطره ولا من كذا غيديه مثلا البولمان ما غياكلوش، ولا وجده، واش وجده فيها شي بحر؟ هاد السيد مثلا اللي غادي يمشي مسافر من اكادير لطنجه ولا من طنجه للناظور شكون اللي غيديه؟ غيديه سائق مهني. يعني القطاع حيوي، ما يمكنش نجيو نفرضوا على هاد الناس واحد الحاجه اللي ما كايناش. الا كنت خدام مرحبا، ولكن انا ما خدامش ما يمكنش لها تطبق. دابا للاسف القرارات اللي كتخرج او كتنزل فما كيديروش مراعاه المواطنين. يعني كما قلتي قرار طبق بالليل الصباح الصباح مطبق، لان ما يمكنش عادي. ما يمكنش خاص دراسه، دابا خاص دراسه وخاص الناس، خاص الناس يعني اللي كيستمعوا لينا، يعني حتى هما يحسوا بهاد الناس اللي في هاد الفئه ديالي. انا عندي الدبلومات ديالي، عندي المسائل ديالي، عندي كلشي ديالي ديال المهنه، ولكن باش غتجي هادشي كلشي نشطب عليه ونمشي شنو غادي ندير؟ هذا هو اللي بغيت نفهم. يقول لك الانسان سير شطب على راسك، شنو بغيت شنو غندير اخويا؟ ما عندي ما نعمل لك نشطب على راسي، علاش انا خسرت هاد الاموال؟ وعلاش انا درت التكاون؟ وعلاش درت لي فورماسيون؟ وعلاش درت كذا؟ وعلاش درت بزاف د الحوايج؟ اذا كرساله اخيره انت للناس اللي كيسمعونا والمسؤولين، كرساله اخيره للمسؤولين للوزير ديال النقل واللوجيستيك، على انه الناس اللي خدامين مرحبا، يعني الناس اللي خدامين يخلصوا، ولكن الناس اللي ما خدامينش راه ما يمكنش لهم يخلصوا. والوزاره راه عندها اعوان المراقبه ديالها في الطريق، عندها اجهزه اللي ممكن عندها اجهزه باش 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 يمكن لها تعرف الانسان واش خدام ولا ما خدامش. اللي خدام ماشي مشكل، يعني مرحبا، حتى حنا صالح ديالنا التغطيه الصحيه، ولكن الانسان اللي ما خدامش شيء وبارك ويخلص هذا القدر رغم انه كاين اللي كاري، كاين اللي عنده مصاريف الوليدات، كاين اللي كذا، كاين يعني راه ما يمكنش هذا الشيء هذا. وانا كنقلب على 50 درهم باش نركب باش نمشي نقلب على خدمه، ما يمكنش لي نخلص هذا الشيء كل شهر. يعني وإلا ما خلصت شيء كل شهر راه غتكون عندي، غتولي عندي عقوبه وغتولي عندي غرامات، وهذا الشيء ما خصوش يكون. تحياتي. إذا متابعينا الأعزاء، كيف كنعرفوا أن الحكومات ديال الدول المتقدمة كتخدم بالليل وبالنهار؟ علاش؟ باش تيسر الأمور للمواطنين ديالها.
للاسف انا ما غاديش نتهم الحكومه ديالنا او نقول شي حاجه، ولكن انا كنهضر بما يروج ولا ما يقع داخل المجتمع المغربي، هو انه كنشوف ان صراحه المسؤولين ديالنا علاش كيخدموا باش يعكسوا الامور للمواطنين. انا بغيت نفهمها علاش، علاش فالمواطن المغربي اول حاجه ثروات ما تيشوفهاش، طرقان ما كاينينش. حنا عاد غاديين في التنميه ولله الحمد مع صاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه الله، راه حنا غاديين مزيان، ولكن المسؤولين خاص يكتفوا الجهود حتى هما باش نقدروا نوصلوا بعيد. واول شيء اللي ممكن يكون في الوطن باش نحافظوا على الوطن هو حفظ كرامه المواطن. لا يعقل. نعم تفضل. كرامه المواطن ما كايناش عدد الناس اللي كياخذوا هذه القرارات. الكرامه ما كايناش عدد الناس اللي كياخذوا هذه القرارات. هاد القرارات اللي غاد انا كنعرف القوانين اللي غادا دار خصها تكون صالحي، تكون بالصالح ديالي، صالح البلاد والعباد. ولكن هاد الناس كياخذوا قرارات مجحفه، قرارات ديال الجزر. هادو قرارات ديال الجزر. يعني احنا عارفين الركود الاقتصادي، عارفين الازمه الاقتصاديه، عارفين قله فرص الشغل، عارفين بزاف د الحوايج، ولكن باش تجي ما بين عشيه وضحاها تنزل على بنادم بغرامات يعني كل شهر ما يمكنش. غير منطقي. نعم واضح. هذا اللي كاين. اذا المتابعين الاعزاء انتم الشهداء، واحد من المواطنين اللي بزاف اللي هما حاسين نفس الاحساس لكن كاين اللي ما كيقدرش يهضر. فلا يعقل اننا في بلادنا الحبيب يولي المواطن يحس براسو ما عندوش كرامه. ما كتحفظش الكرامه ديالو منين؟ من طرف المسؤولين ديال بلادو. فما بالك من كنقولوا برا تيعاملونا خايب. حنا داخل بلادنا بعدا نحفظوا الكرامه بعضياتنا، نعطيو قيمه لبعضياتنا وغيدير الله اللي فيها الخير. اذا كنتمنى من الله ان هذا الموضوع هذا بالضبط يوقع فيه واحد التغيير، لانه فعلا راه ضار عباد الله وبزاف. اذا المتابعين الاعزاء نكونوا هنا وصلنا لنهايه هذه الحلقه، وكان معكم ربيع الدحاني.